إصابة لمايسي. أم بالفعل هي إصابة لمايسي. مايسي إن شاء الله تكون سلامات. رضا. لأن الجهة اليمنى بحاجة إليك لشبيبة بجاية. نعم وليد. حمو استنفذ كل خياراته لكن مع خروج لمايسي يبدو أنه حيكمل المباراة بعشر لاعبين. شكرا وليد لكن بإمكانه يدخل. يمكن يدخل. يرجع. الكرة الميدانية تماس. في تنفيذ اللعب حمداش صاحب النزعه الهجوميه نفذ الكره تغطيه ممتازه حكم اللقاء يقول مخالفه لشبيبه بجايا ما تبقى من الوقت الا القليل يا وليد يا مرزوقي اذا كان بالامكان موافاتنا بالوقت بدل الضائع الكره بجويه في وسط الميدان ما زال زمير رضا ما زالت دقيقه ونصف تفصيلنا عن نهايه هذا اللقاء الكره بجويه استحواذ على الكرة جيد لكن الفعالية في الهجوم تخلو بعيدة كل البعد هدف هدف نعم هدف هدف والفرحة فرحة فرحة بن زكري اللاعب البديل بن زكري قلنا مهمش قلت لك خيارات راهي عند حموش بن زكري وقع بن زكري باليمنى وبراحة وبأريحية ينوض الأنصار وباليسرى ويقول رانا هنا شبيبة بجاية راهي هنا حاضرة هدف مقابل صفر بن زكري محمد أمين بن زكري هدف محمد أمين وأنصار شبيبة بجاية أنصار شبيبة بجاية الفرص اللي تحت الفريق شبيبة بجاية شوف نعاود نشوفوا باليسرى وهجوم كل في الزاويه 90